جاء قرار دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الخاصة الأكثر تأثراً من تبعات جائحة كورونا، بناء على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات هذا الوباء الذي كان له التأثير المباشر على عديد من القطاعات الحيوية وعلى مستوى دخل العاملين فيها. آراء قرأت حسن الناتج المؤمل من وراء تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي جاءت لتوضع في مقام توحيد الجهود الوطنية في مجابهة انعكاسات فيروس كورونا كوفيد-19 وتأثير ذلك على حيوية المجالات والقطاعات الرئيسية لتتلقفها الحكومة وتسارع في التشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين حتى يتم ترجمتها على أرض المنجز العملي. تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه وللحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه ودعماً للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتكفل بدعم أجور العاملين في القطاع الخاص الفترة الأولى والثانية هي ترجمة واضحة وجلية لحرص جلالته حفظه الله ورعاه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين واهتمام جلالته بجميع شؤونهم ومساندته لأبناء شعبه في مختلف الظروف والتحديات. خطة الدفع التي تم اعتمادها ستكون خاضعة لجملة من الشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية. نقوم وزارة العمل باستلام قوائم المنشآت من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ودراستها وتحديد المنشآت المستحقة للدعم بحسب القطاعات الأكثر تأثراً وذلك وفقا للمعايير والضوابط المشار إليها في قرار وزارة العمل. وبعدها تقوم الوزارة بإحالة المنشآت المستحقة للدعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتكوين مبالغ الدعم للمنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر. تأثير إيجابي مباشر ستحدثه هذه التوجيهات الملكية على البحرينيين العاملين في المنشآت الأهلية الأكثر تأثرا من تبعات الفيروس الخفي. سوف يستفيد من هذا الدعم أكثر من 10,000 مؤسسة من القطاعات الأكثر تضررة والعامل في القطاع الخاص وكذلك أكثر من 60,000 عامل بحريني يعملون في القطاع الخاص، وأن الاقتصاد في ظل هذه الظروف لا يزال يولد بعض فرص العمل للمواطنين حتى تشير البيانات وهذه مبشرة الخير للوطن. اليوم تم دراسة المجالات الأكثر تضرراً وتم دعمها بنسبة 50% ابتداء من هذا الشهر لمدة 3 شهور، وهذا يساهم أكيد على المواطنين بطريقة إيجابية العاملين في هذا القطاع الحيوي والحساس ويعطيهم نوع من الطمأنينة في عملهم ويضيف إلى الاستقرار الوظيفي. طبعا هاي الدعم الاقتصادي أكد لنا أن مملكة البحرين دائما تكون واقفة معنا في أي أزمة ممكن نمر فيها، فتم دفع الرواتب حق كل مواطنين البحرين عندنا في الشركات الخاصة خلال هالفترة دعم كبير حقنا، وأكيد هالدعم ما كان سهل بالنسبة حق الدولة طبعا، فخفف علينا في وايد أشياء سواء يعني في الشركات الصغيرة أو الكبيرة حق البحرين اللي هو الشركات الخاصة. فإحنا كشركة علاقات عامة كان هالشيء وايد زين بالنسبة لنا لأن إحنا أساسا نشتغل خلال الفعاليات في البحرين. عند مواجهة الأزمات وفي تحييد العقبات فوائد تبنى عليها قواعد وركائز صلبة تقود إلى حال لا تسوءه الظروف ولا الملمات، واقع يصبح باستطاعته ترميم الثغرات وصد منابع المخاطر بأقل جهد وبوقت، هو كفيل أن يكون المسعف لا أن يهدد بسيفه. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.